شحال المكان؟ لعبنا الصحراء؟ خلنا نغير كله ليل وبرد، جسمنا محتاج شمس. فيتامين دال قصدك؟ ايه؟ لا صح صح. ما هذا؟ من أين أتيتم؟ لقد خرجوا من العدم. من أنتم؟ أنت ابنه. أنتم من اقتحمتم مضاربنا. شو هاي بيضارب؟ ما أعرف. من أين أتيتم؟ نحن جايين من المستقبل، من سنة 330. أنتم في أي زمن؟ نحن في سنة 30. يعني بعد ما مت أنت وماتوا عيالك وعيال عيالك وعيال عيال 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 عيال، احنا من هناك مرة بعيد. ماذا يقول هذا الأبله؟ يبدو أنه أكثر من شرب العنب الفاسد. يبدو أنه فاخر. خل علي أنا بفهمه. فهمه. شوف صديق، أنت كلام هذا 30 سنة، أنا وأخو مالانا يجي من 330، يعني 300,000 سنة أنت موت معلوم؟ لقد فهمت ما تعني. الموضوع تيم بين شغل عناد، تبى تفهم منا ما تبى تفهم مني. عفاكم من هذا الهراء، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قاطعك، وأنا ذاهب لأخذ بثأري وأقطع رأس أبا شكشوكة. عيد الشكشوكة وجبة بيض وطماط ولذيذة، يعني ما أعرف. متى أكلته؟ ولا مرة أكلته أنا. ماذا فعل أبا شكشوكة؟ ماذا فعل؟ لقد جاء إلى مضاربنا على غفلة من أمرنا، واقتحم دارنا وسرق ناقتنا. ونحن ما دخلنا، لقد أتينا بالخطأ إلى هنا، ولو كان الأمر بيدنا لما رأيت خلقتنا. الذنب ليس بذنبنا، الذنب ذنب آلتنا. صح لسانك. صح بدنك، الله يسلم. إذن فلنذهب يا سيدي. انتظر، هل أنت متأكد بأن أبا شكشوكة هو السارق؟ نعم. هل رأيته بأم عينك وهو يسرق؟ لا. هل رآه أحد من حاشيتك وهو يسرق؟ لا. هل أخبرك أحد بأن أبا شكشوكة هو السارق؟ لا. إذن فكيف عرفت أنه السارق؟ الحدس، حدسي من أخبرني بأن أبا شكشوكة هو السارق. منو حدسي؟ تعرفه؟ يب حدسي، خلنا نشوفه. ائتي بحدسي لنحقق معه. نحقق؟ ماذا يعني بنحقق؟ نحن في المستقبل، عند حدوث أي مشكلة نسأل ونحقق لنعرف حلها. أعجبني كلامك، أكمل. في حالتك هذه يجب أن تسأل حاشيتك من الذي سرق الناقة، بعد ذلك تأتي بالفاعل وتسأله هل أنت من سرق الناقة، وتحكم عليه. كلامك عين الصواب، أحسنت يا فتى. شوف سعد، احنا في كل زمن نسوي مشاكل ونيب العيد، فشو رأيك في الزمن هذا نكتب اسمنا في التاريخ ونحل مشكلة البني آدم هذا؟ هذا اللي أبسويه، أبغى أطلع من هالزمن والكل راضي. أيعقل أن أقول لك بأن هذا من سرق ناقتك وتصدق؟ ماذا؟ يا للأسف، يا للأسف، لقد كان من أشجع فرساني. تخونني أيها الأخرق؟ هذا الذبحة؟ لقد كنت أضرب لك المثال فقط، إنه مثال بمعنى أن أقول لك أن صاحبك الآخر هو الذي سرق الناقة، فهل ستصدقني؟ أنت؟ إذا قلت لك أنني أنا من سرقت الناقة ستقتلني؟ أنت؟ جاهز؟ يلا. أنت من سرق الناقة. أنا؟ اشتركوا في قناتنا ليصلكم كل جديد، وفعلوا زر التنبيهات. نعم، وكومنت ولايك. كم عدد اللايكات التي تريدنا أن نصلها؟ 50,000 لايك. ما هو اللايك؟
لا أعلم.